الكلام في الموضوع ده كتير قوي في توأم الشعلة. أنا باختصار عايز أعرف هل الشخص اللي قدامي أو اللي أنا بشوفه أو هل ده يعني إزاي أعرف توأم الشعلة بتاعي؟ سريعا كده لمحة، يعني إيه توأم شعلة؟ علاقة عاطفية حقيقية بين اتنين. وخلي بالكم أي شخص في الدنيا ليه توأم شعلة واحد، يعني مفيش حاجة اسمها إن أنا ممكن يكون ليا اتنين أو تلاتة أو الكلام اللي احنا بنسمعه ده. وإذا قدر لك ان انت تقابله، هتقابله مرة واحدة او هتقابل شخص واحد اكيد، لانه هو في الاول وفي الاخر بيكون شخص. عارفين الحب الاسطوري اللي انتوا بتسمعوا عنه في الروايات او في الافلام او في القصص، الحب اللي تحس ان هو حب قمة الوفاء والانجذاب والاخلاص اللي بيوديك في عالم تاني ودنيا تانية. يعني المحظوظين بس والمميزين هم اللي ممكن يرتبطوا يتجوزوا من توأم الشعلة، وبتكون طبعا حياة مميزة بكل المقاييس. عايز ادخل في موضوع حلقتنا بسرعة. معانا النهاردة 10 علامات ليكي او ليك اذا موجودين في الشخص ده، ابصم بالعشرة وانا كمان ابصم معاك ان ده هو توأم الشعلة الخاص بيك. ولكن سريعا خلوني ارحب بكم في البداية، وادعو اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك، والجديد يعرفنا بنفسه برضه عشان نرحب بيه. وتعالوا نبتدي بأول علامة. أول علامة انجذاب رهيب للشخص ده، انجذاب فظيع، مش مجرد إعجاب. خلي بالكم وهناك فرق كبير أوي بين الإعجاب وبين الانجذاب. انجذاب كده عايز أجري عليه، عايز يعني أروح مطرح ما هو واقف أو قاعد وأقعد جنبه، مش عايز حاجة تانية من الدنيا. انجذاب فظيع للشخص ده. العلامة التانية دايما تحس ان علاقتنا فيها ما يسمى بالكر والفر، يعني شوية مختفي شوية موجود شوية ألمحه، دايما ما تلاقيش العملية بتمشي على وتيرة واحدة، ودائما هناك اضطراب في المشاعر، دائما هناك تغير في المشاعر للأفضل ما بين الحب وما بين الحنان وما بين الاحتواء وما بين الانجذاب وما بين الأمان. كل دي مشاعر الحب الحقيقي لازم بتكون موجودة فيه. بنقول دائما هناك دخول وخروج في حياتك، داخل خارج في حياتك، وكل مرة يدخل فيها حياتك بتحس بإحساس مختلف يغير ويلون الدنيا في عينيك. رجاء خلوني أقول سريعا، لو شايفين الحلقة دي مهمة لأنها انطلبت مني كتير وأنا بصراحة مركزتش عليها، يا ريت ندوس لايك توصل لبقية أصدقائنا. العكس دوس لايك وقولوا لي السبب، وإحنا كمان ما لناش غير صفحة واحدة على الفيسبوك. محمد أبو زيد، معلش استحملوني أي حد تاني نصاب، يا ريت تعملوا له بلوك، ويا ريت تشيروا الحلقة دي على قد ما تقدروا. تالت حاجة، دايما يغيروا وجهة نظرك للحياة. انت لو يائس وبائس ومتشائم ومش طايق الدنيا ومش طايق نفسك، اذا قربوا منك الاشخاص دي او تواجدوا في حياتك هتحس ان انت حياتك وجهة نظرك اتغيرت تماما بشكل لا ارادي خارج عن سيطرتك، انت ما تقدرش ان انت تتحكم فيه. رابع شيء ومهم وجزء لا يتجزأ، رابع علامة، الإحساس بالأمان. لو أنا وهو يعني في صحراء أنا مطمن، لو أنا وهو في جزيرة ما فيهاش لا أكل ولا شرب ولا بشر مطمن، لو بنقع من طيارة أنا هو، شوف يعني المعنى مجازا، أنا بحاول إن أنا أوصل لكم التشبيه، لو واقعين من طيارة كده وهو معايا أنا مطمن. أمان ما بعد أمان، ودي من العلامات القوية اللي تدل ان الشخص ده هو توأم الشعلة بتاعك. العلامة اللي بعد كده للأسف غالبا ما بنكونش قدرنا واحد في النهاية، ودي المشكلة. يعني مش كل توأم شعلة بيلتقوا او بيرتبطوا، نادرا جدا وصعبة وقليلة سبحان الله. ولكن ممكن نكون أصدقاء، ممكن نكون في حياة بعض. في ناس على فكرة بتصل من السمو في الحب ان هي تعيش على ذكر حد، يعني تلاقي في بعض الاشخاص كده يقول لك يكفيني اني بشوفه او يكفيني اني بسمع صوته او يكفيني ان هو موجود في حياتي ايا كان، مش شرط حبيب. في ناس كده، وغالبا توأم الشعلة ما بيكونوش مقدرين لبعض. ومن هذا المنطلق بقى هنقول العلامة الستة، مش مجرد يعني مش مجرد حبيبين، مش حبيبك، لا ده انا بحس ان هو صديقي واخويا
وأمي وأبويا وجاري، كل المعاني وكل الأشخاص القريبة بلاقي في كل حاجة، بلاقي في توأم الشعلة. يعني اللي عايزين نقوله في العلامة دي، تستغني عن الدنيا كلها بوجوده، أو يكون عندك هو رقم واحد تقريبا، ترى صديق وحبيب ومقرب، كل المعاني الحلوة والشخصيات الجميلة اللي بنحبها ان هي تكون في حياتنا. سابع علامة تربطكم علاقة روحية، دايما كده تحس ان في روحانيات بينكم، في حاجة اكبر من الحب اللي بنسمعه، اكبر في مشاعر. يعني مثلا في بعض الاشخاص ممكن تنجذب لحد او تعجب بحد او تدخل في علاقة مع حد، الإحساس اللي انت حسيته في تجاربك السابقة حاجة تانية، وإحساسك مع الشخص ده حاجة تانية. في علاقة، في روحانيات بينكم انتوا الاتنين، بينك وبين الشخص ده، لدرجة ان انت ممكن تشعر بيه من غير ما تشوفه او من غير ما حد يقولك، تشعر هو سعيد ولا حزين، هو مبسوط ولا زعلان، هو مكتئب ولا فرحان، كأنكم شخص واحد. ممكن اللي يسيطر المشاعر السلبية او الايجابية اللي تسيطر عليه تسيطر عليك انت كمان، وده من اساس واصل واقوى العلامات لما نقول ان تربطكم علاقة روحانية ببعض. العلامة اللي بعد كده، انت بتحس ان يعني كأنه واحد من عيلتك، كأنك تعرفه من زمان. وعلى ذكر، كانت في واحدة صديقتنا بتبعت لي على الانستجرام بتقول لي اتقدم لي عرسان كتير قوي كنت برفض، واتقدم لي واحد اقلهم في كل حاجة، في المادة وفي المركز، وما كانوش اهلي موافقين عليه. اول ما شفته حسيت ان انا اعرفه من 20 سنة، حسيت انه واحد من اهلي، وافقت عليه على طول. اهلي قالوا لا، قلت لهم هو ده يا اما مش هتجوز. من اقوى العلامات اللي تدل ان الشخص ده توأم الشعلة بتاعك، انك تحس ان هو واحد من العيلة بتاعتك حتى لو بتشوفه لأول مرة. تخيلوا، شوفوا العلاقة دي جميلة لحد. العلامة التاسعة اللي معانا، من غير بقى اي مقدمات ولا تسأل هو مين ولا ينفع ولا ما ينفعش، تلاقي نفسك وقعت في الحب في الشخص ده بسرعة البرق، بسرعة البرق. أول ما تصطدم أو تلتقي بتوأم الشعلة حبيته على طول، ما بتاخدش حتى المراحل الطبيعية المتعارف عليها في الحب. ما فيش حاجة اسمها في الأول لا ونعرف وإنت من أول، سبحان الله. علاقة سامية جدا، تقع في حب الشخص ده على الفور وبدون أي مقدمات وبدون أي خوف، وتحس إن إنت سعيد جدا، وحتى لو قدامك مساوئ أو حد بيحذرك أو أيا كان، ما بتحطش ده في الاعتبار، بتضرب بكل ده عرض الحائط وتمضي في طريقك إليه. آخر علامة معانا، العلامة العاشرة، ودي برضو علامة قوية، دائما تسأل نفسك هل ده هو توأم الشعلة ولا لا؟ خلي بالك، إذا أنت السؤال ده بيتردد كتير، ده معناه إن الشخص ده من العلامات اللي تدل إن هو توأم الشعلة الخاص بيك. بتحس هل ده الحب الحقيقي ولا لأ؟ هل ده توأم الشعلة المقصود بيه واللي بنسمع عنه ولا لأ؟ وهي أيضا من العلامات اللي معانا، دائما تلاقي نفسك أنت في حالة شك وبحث، هل دي مش شك فيه؟ شك، هل انت وصلت للحب الحقيقي؟ زي اللي مش مصدق نفسه، زي اللي بيقول معقولة انا من المحظوظين، انا قابلت توأم الشعلة بتاعي بسرعة، هل انا كده؟ بيبقى جاي اساسها من ده، من المنطق ده. دايما تسأل نفسك هو ده الحب الحقيقي ولا لا؟ وطبعا بيكون هو ده الحب الحقيقي. في النهاية اتمنى تكتبوا لي ارائكم في الحلقة دي، احنا جبنا اقوى 10 علامات في حلقة النهاردة تدل ان الشخص ده توأم الشعلة، عشان ما تحترش، وببساطة تقدر ان انت تعرف الشخص اللي في حياتك او اللي انت بتنظر له هذه النظرة، العلامات دي موجودة فيه.
ولا لا، اللي بيسأل ازاي يتواصل معايا الانستجرام الفيسبوك، قناتنا التانية الفضفضة، كل الروابط دي في وصف الفيديو. واول تعليق اشتركوا وتشرفوني، وبعتذر جدا عن اصدقائنا اللي بيبعتوا لي وانا بتأخر في الرد عليهم، سامحوني رجاء. وهنعمل لايف قريب ان شاء الله نرد على كل استفساراتكم، والى اللقاء.